منخفض جوي يبدأ تأثيراته على المملكة خلال الساعات القليلة القادمة، عدة دوار جوية مترافقة معه منها زخات الثلوج. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. إذن تبدأ المملكة تدريجيا تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثالثة، وهي درجة المنخفض الجوي عالي الفعالية. تأثيرات هذا المنخفض الجوي ستبدأ اعتبارا من ساعات يوم الأربعاء وتستمر حتى ساعات صباح يوم الخميس. عدة ظواهر جوية ستترافق مع هذا المنخفض الجوي، أهمها هو الانخفاض الحاد على درجة الحرارة بفعل الكتلة الهوائية قارصة البرودة وسيبيرية المنشأ التي ستترافق مع هذا المنخفض الجوي، أيضا هطول زخات الأمطار وأيضا هطول زخات الثلوج، وأيضا موجة انجماد وجليد واسعة النطاق ستتأثر بها المملكة خلف هذا المنخفض الجوي. تفاصيل أكثر حول هذا المنخفض الجوي نستعرضه بهذا التصميم للظواهر الجوية المتوقعة مع هذا المنخفض الجوي. إذا المنخفض الجوي هو من الدرجة الثالثة، وهي درجة المنخفض الجوي عالي الفعالية، تبدأ تأثيراته اعتبارا من ساعات صباح يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس. كمية الأمطار المتوقعة أن تترافق مع هذا المنخفض الجوي ستكون ما بين 20 و50 ملم، سرعة هبات الرياح ستكون ما بين 70 و90 كيلومتر في الساعة، ربما تلامس 100 كيلومتر في الساعة خاصة فوق مرتفعات الشرة. عدد مناطق المتأثرة بهذا المنخفض الجوي ستكون أغلب مناطق المملكة، مدة التأثير 24 ساعة، درجات الحرارة متدنية متوقع أن تترافق مع هذا المنخفض الجوي، 3 درجات مئوية تحت الصفر إلى 6 درجات مئوية. أما الثلوج ستكون حاضرة على المناطق التي ترتفع عن 800 متر لكن ستكون بشكل متقطع. أيضا تفاصيل إضافية حول الأمطار والثلوج المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة نستعرضه بهذه الخريطة لتوزيع الضغوط الجوية وأيضا هطول الأمطار والثلوج اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء وحتى صباح يوم الخميس. إذن خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء يتمركز المنخفض الجوي فوق جزيرة قبرص ويترافق مع هذه الجبهة الهوائية الباردة المحملة بالأمطار من شرق البحر الأبيض المتوسط، وتتحرك تدريجيا خلال ساعات الليل نحو السواحل السورية واللبنانية على أن تصل المملكة اعتبارا من ساعات صباح يوم الأربعاء مع تمركز المنخفض الجوي إلى الشمال من سوريا. تأثيرات هذا المنخفض الجوي خلال ساعات الصباح ستكون على شكل عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة المترافقة مع انتشار كمية كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة مع المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، والتي استعمل على هطول زخات من الأمطار، زخات من البرد وحتى زخات من الثلوج على المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر في شمال ووسط المملكة. خلال ساعات الظهيرة يتحرك هذا المنخفض الجوي ويتمركز إلى الشمال الشرقي من سوريا، تتعمق تأثيرات هذه الجبهة الهوائية الباردة، تصبح الأمطار واردة في المنطقة الشمالية الوسطى والمنطقة الجنوبية، لكن ارتفاع مستوى تساقط الثلوج سيرتفع ليصل إلى 1200 متر خلال ساعات ظهيرة يوم الأربعاء. أيضا خلال ساعات ظهيرة يوم الأربعاء ستهب على المملكة رياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، تبلغ سرعة هباتها ما بين 70 و90 كيلومتر في الساعة، قد تلامس 100 كيلومتر في الساعة في المنطقة الجنوبية. خلال ساعات مساء يوم الأربعاء ومع تحرك هذا المنخفض الجوي أكثر إلى الشمال الشرقي من الأراضي السورية تندفع خلفه كتلة هوائية أو تيارات هوائية أكثر برودة، والتي ستعمل على تدني من جديد في مستوى تساقط الثلوج في عموم مناطق المملكة لتصل إلى 800 متر. هذه التساقطات الثلجية ستكون متقطعة بشكل عام، أما ما دون 800 متر ستشهد هطولا لزخات من الأمطار وأيضا زخات من البرد. خلال ساعات الليل كما ذكرنا تستمر هذه الثلوج بالهطول على مستوى 800 متر على شكل متقطع، لكن اعتبارا من ساعات صباح يوم الخميس وابتعاد هذا المنخفض الجوي إلى الشمال من الأراضي العراقية
تتراجع الفعالية الجوية في عموم المناطق، لكن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس، خاصة خلال ساعات صباح يوم الخميس، حيث يتشكل الانجماد والجليد في أغلب مناطق المملكة. درجات الحرارة تكون ما دون الصفر المئوي في عموم المناطق. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تستمر الأجواء مستقرة، لكن هذا الاستقرار مؤقت قبل أن تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي خلال ساعة صباح يوم الأربعاء. أما خلال ليلة الثلاثاء على الأربعاء تسود أجواء باردة جدا، درجتين مئويتين فقط كحرارة مقاسة، أما المحسوسة درجة مئوية تحت الصفر. الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي، زخات من الأمطار، قد تكون أمطار مخلوطة بالثلوج، 6 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى درجة مئوية واحدة تحت الصفر مع زخات ثلجية خلال ساعات الليل. يوم الخميس يعود الطقس أو يميل الطقس للاستقرار، لكن تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، 5 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وبالتالي هناك موجة صقيع وانجماد واسعة خلال ساعات ليلة الخميس على الجمعة. يوم الجمعة ترتفع درجة الحرارة خلال ساعات النهار، لكن تبقى أعلى من معدلات أو أقل عفوا من معدلات مثل هذا الوقت من العام، وخلال ساعات الليل يعود الصقيع والجليد للتشكل من جديد مع هبوط درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الأربعاء، تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي، زخات من الثلوج فوق عموم المرتفعات الشمالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر خلال ساعة الصباح، 1200 متر خلال ساعة الظهيرة، و800 متر خلال ساعة المساء والليل من ليلة الأربعاء على الخميس. المفرق 6 درجات إلى درجة مئوية تحت الصفر، إربد 9 إلى درجة واحدة، جرش 7 إلى 1، وعجلون 7 إلى درجة واحدة أيضا. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الزرقاء 7 إلى 0 درجات مئوية مع أمطار مخلوطة بالثلوج خلال ساعات الليل من ليلة الأربعاء على الخميس. البلقاء 6 إلى 0، عمان 6 إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر، مادبة 8 إلى 0، والبحر الميت 16 إلى 5 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 5 إلى 0، الطفيلة 5 إلى درجة واحدة تحت الصفر، أجواء ثلجية في الشوبك مع درجة إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر، معان 5 إلى درجة مئوية تحت الصفر عفوا، والعقبة فرصة زخات من الأمطار مع 14 إلى 7 درجات مئوية. المنطقة الشرقية رياح نشطة بشكل عام، الأزرق 9 إلى 1، الصفاوي 7 إلى 0، ورويشت 7 إلى درجتين مئويتين تحت الصفر. نتمنى السلامة للجميع في مثل هذه الظروف الجوية، ونتمنى أمطار خير وبركة للوطن. إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.